بكري شويه دونك نعطيكم رقم. ديوان ديما تفاجئونا بدي كونسيبت جدد يعطيكم الصحه. مرحبا بك سي حسين. دونك باش نعطيكم رقم تحاولوا تطلعوه من بعد نعطيكم انا الاجابه. رقم اليوم هو 442، هو رقم في علاقه بحاجه وطنيه ماهوش دوليه. ما نجمش نقول لك 442. ممكن يكون خط التمويل المتعلق بتشغيل الشباب، ممكن خط تمويل متعلق بتشغيل ممكن الشباب 420 440 لا ادري. باهي صوفيان 442 كتكد. السميك توا زادوا فيه 7% في اكتوبر وصل في بالي اكثر شويه نفرحوا 459 من حاجه ما تبتر مقدر الشرائي باهي شايم. فما عقوبات على عدم الإجابة الصحيحة ولا لا؟ قداش من لا لا فما نوت إترا ناقصة في الحليب باش نجموا نوصلوا يظهر لي للاحتياج معناها من مش 1000 ألف تتسمى أنت متفائلة إيه هنا عندي 800 تقريبا احنا ناقصين فخلينا هذا أقرب رقم خمم فيه. سي حسين حقيقة ما عنديش فكرة الرقم ما قال لي حد شيء دونك نفضل ما عندكش حتى فرضية هكا الرقم هذا شنو ينجم يعني لك في علاقة بمستجدات وطنية اليوم ليه؟ يمكن باهي أربعة الحكومة باهي كي نقراوه 2-4-4 ولا 4-4-2 كدو الحكومة تكونت في 12 أكتوبر 2000 لا لا بعيدة بعيدة لا لا صفية باهي 442 هو عدد التحركات الاحتجاجية اللي عاشت على وقعها تونس خلال شهر ديسمبر 2022. الرقم هذا قدمه لنا الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، يقول ان الاحتجاجات الاجتماعية شملت اكثر في مرتبة الاولى الاقليم الشمال الشرقي اللي هو اكثر الاقاليم احتجاجا، ثم فيما بعد يجي الوسط الغربي، قفصة هي الأكثر احتجاجا، ويقول أنه أكثر من 75% من الاحتجاجات هذه أنه متعلقة أساسا بمطالب اقتصادية واجتماعية ومرتبطة أيضا بالخدمات العمومية، وأكثر القطاعات احتجاجا هي القطاع التربوي. ولو كان نقارنوا أن العدد هذه بعدد الاحتجاجات في ديسمبر 2021 نرو اللي هو نقص. في ديسمبر 2021 نحكيه على 1119 تحرك احتجاجي، في 2022 كما كنت نحكيه على 442 تحرك احتجاجي. نبدأ معك سفيان بن فرحات، كيفاش نجم تقراه الرقم هذي؟ فما شكون يقول لك اليوم الشارع التونسي فقد الأمل في أنه الخروج للشارع الاحتجاج ينجم يكون اليوم وسيلة للضغط على السلطات بمختلف أنواعها المحلية الجهوية المركزية لإيجاد حلول لعدد من الملفات اللي مازالت عالقة كما عمل الحظائر الأساتذة المعلمين النواب. وفما شكون يقول لك بالعكس هذي ربما ثقة في أنه المسار رغم الهينات رغم المشاكل لأنه فما حل في الأفق.